السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل افطار صائم لمية فرد، بس مش انا اللي عاملة الافطار دوت، هي اخت فاضلة ربنا يبارك فيها يا رب، هي اللي عاملة الافطار ده. وانا طلبت منها ان انا اجهز لهم الافطار دوت، وهم يجوا ياخدوه جاهزين ويفرقوهم بمعرفتهم. هي طبعا متعودة ان هي كل يوم بتعمل افطار صائم وتوزعه على الفقراء وكده، يعني ربنا يجازيها خير يا رب. فانا يعني طلبت منها ان كل جزء من الثواب ده ان انا اعمل الاكل ده. فهي طلبت مني اعمل 100 وجبة عبارة عن رز بالكاري وفراخ مشوية. فبسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين دول 100 ورك، دول 100 ورك هي جابتهم لي. انا غسلتهم كويس جدا ونقعتهم في الليمون والجنزبيل والملح، زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة قوي. فانا هعمل منهم جزء ان شاء الله، هعمله كده في السجاد في الفرن، وجزء التاني هشويه بطريقة تانية بنفس التتبيلة ان شاء الله. انا طبعا الفراخ دي كلها جاهزة كده ومنقوعة وزي الفل. احسن حاجة في الدنيا ان الواحد يلاقي اي باب من ابواب الصدقات او اي باب من ابواب التقرب الى الله عز وجل ويدخل فيها. يا رب يجعله في ميزان حسناتي وحسناتها يا رب العالمين. انا هبتدي هنا اشيل الفراخ بقى على جنب عشان اجهز التتبيلة بتاعتي او الحاجات بتاعتي. انا معايا هنا كمية كبيرة من البصل، دول 3 كيلو من البصل، ومعايا كمان حوالي 1.5 كيلو طماطم، ومعايا فلفل متقطع، والبهارات بتاعتي، ومعايا ثوم مفروم، ومعايا البهارات بتاعتي ملح وجنزبيل، بصل باودر وثوم باودر، بابريكا وفلفل اسود وبهارات فراخ، تشكيلة كبيرة من البهارات. وطبعا الكمية مش هقدر احددها النهاردة عشان خاطر الكمية كبيرة هتبقى مش عارفة احدد بالظبط. ده الثوم المفروم، ودي طبعا البهارات بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها، فلفل اسمر وبهارات فراخ وجنزبيل، وهنا معايا بابريكا وبصل باودر وثوم باودر، وده الملح بتاعنا هناخد منه حسب ما هنحتاج ان شاء الله. ومعايا كمان صويا صوص، ومعايا كمان ده زعتر وخل وزيت، هو ده ان شاء الله اللي هنحتاجه في التتبيلة، وهتطلع ان شاء الله ان شاء الله احسن تتبيلة. هنبتدي بقى ناخد هنحط الكبة بتاعتنا ونبتدي بقى نجهز فيها التتبيلة اللي هنعملها بتاعتنا. شيل الحاجات دي بقى على جنب عشان ابدا. انا نزلت الكبه بتاعتي، هنزل بحبه من البصل وحبه من الطماطم والفلفل، احطهم على بعض وافرمهم كويس ناعم قوي. افرم كل الحاجات دي كويس قوي قوي مع بعض، انا عايزاها ناعمه. هفرمهم كده حبه بحبه، هنزل بقى بنص كميه الثوم اللي معايا،
انا جبت كروانه هنا فاضيه او بلاستيكيه، هنزل عليهم بقى بمعلقتين كبار من الصلصه، واحط بقى حبه من الخل. الخل ده طبعا بيخلي الانسجه طريه جدا. هي المفروض كانت جابتهم لي من بالليل، بس هي طبعا جابتهم لي تاني يوم الصبح، فاضطريت ان نعمل كل حاجه بسرعه. حطيت حبه كمان صويا صوص، وهحط حبه زيت. احط بقى البهارات اللي معايا، احط الملح، احط بقيه البهارات. التتبيله دي هتطلع جميله جدا جدا، وطعمها جميل قوي قوي قوي. وده حبه من الزعتر، افرم كل ده بقى، اخلص الكميه دي وارجع لكم تاني. انا هنا خلصت الكمية اللي معايا زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، خلصت الكمية كلها اهي. وهي المفروض كنت بيتها من بالليل في التتبيلة دي، بس هي جابتهم للصبح، فاضطريت ان انا اشتغل فيها على طول. فمش مشكلة ان شاء الله تطلع جميلة وزي الفل ان شاء الله. اعصر عليها ليمونتين كبار، الليمون والخل طبعا بيطر الانسجة بتاعة الفراخ ويخليها طرية، ميخليهاش ناشفة. اكمل بقى بقية كمية الليمون اللي معايا، هقلب كل ده ببعضه كويس عشان التوابل والليمون وكل ده يمتزج مع بعضه. انا هنا حطيت كام حلة على النار، عشان طبعا انا الفرن بتاعتي مش هتشيل كل الفراخ المشوية، فانا هسلق جزء من الفراخ دوت، وطبعا هعمله تتبيلة جميلة، نفس التتبيلة ونفس البهارات عشان يبقى كمان نفس الطعم. البهارات بتاعتي ورق لوري وبصل ومستكة وحبهان وفلفل اسود، وخدت كمان حبة من التتبيلة اللي انا عاملاها نزلت بيها على الشوربة دي عشان تدي نفس الطعم. انا حطيت كذا حلة، ابتدي هنا بقى احشي الفراخ دي او الوراك اللي معايا. اخد حبة كده من التتبيلة ادعك بيها الفراخ من جوه كويس قوي قوي، اوصل التتبيلة دي من جوه ومن بره الفراخ كلها. احشي كل الفراخ اللي معايا دي بنفس الطريقة، افتح الجلد وادخل كده الحشوة دي او التتبيلة دي فيها كلها من جوه ومن بره زي ما انتم شايفين. طبعا ما شاء الله هي الكمية كبيرة، بس هي طبعا متعودة ان هي تعمل الكمية دي ويمكن اكتر من كده كمان، ربنا يجزاها خير يا رب. انا جبت هنا الصاج بتاع الفرن بتاعي العادي، وحطيت عليه ورق فويل من تحت، وحطيت ورق زبدة من فوق. هبتدي بقى ارص الوراك اللي معايا كده، هي الوراك كمان ما شاء الله حجمها كبير، ما شاء الله حجمها كبير الوراك. هرص كل ده كده في الصاج اللي معايا، هاخد بقى حبة من التتبيلة دي كمان احطها عليهم من فوق كده، هدخلهم الفرن
طبعا انا عملت كده ثوب بالشكل ده، ما شاء الله شكلها جميل، بألف هنا وشكل كل اللي اكل منها. ده كده الصاج التاني، انا كده عملت صاج تاني خلصته زي ما انتم شايفين ما شاء الله بنفس الطريقة اهو. وهنا عملت كام صينية كمان صواني عشان ما عنديش غير الصاجين دولت، برضو حشيت الصواني دي، دولت هولع عليهم البوتاجاز من فوق شوية على بال اللي في الفرن ما يطلع، وبعد كده ادخلهم الفرن. دول بقى اللي اتسلقوا، اللي سلقتهم رستهم في صاج زي ما انتم شايفين، اعمل لهم تتبيله جميله جدا زي نفس الطعم بتاع الفراخ المشويه بالظبط، هتطلع نفس الطعم ونفس التتبيله ان شاء الله. انا معايا هنا ميه البصل، البصل اللي كان معايا كله عصرته واخدت الميه بتاعته، حطيت عليهم معلقتين من الزيت، ومعايا هنا صلصه وصويا سو، ومعايا البهارات بتاعتي نفس البهارات اللي حطيتها في الفراخ المشويه، بصل بودر وتوم بودر وجنزبيل وبهارات فراخ وبابريكا وفلفل اسمر وملح، نفس البهارات بالظبط. معايا هنا بوله فاضيه احط معلقتين كبار من الصلصه، طبعا هي التتبيله دي ما كفتش انا عملت منها كذا مره، احط معلقتين كبار من الصلصه، احط عليها ميه البصل اللي معايا، واحط كمان التوابل كلها، حطيت حبه من الزيت تاني، احط حبه من الصويا صوص، اقلب كل ده بقى كويس. نفس التتبيله بتاعت التانيه، نفس التتبيله ونفس الطعم. ابتدي بقى ادهن الوراك دي من فوق كده، ادهن بقى كل الوراك اللي معايا، وهولع لها بس الشوايه من فوق لان هي مستويه كويس، واقلب الجنب التاني وادهنه واحطه تحت الشوايه برضو بحيث ان هي تكون متحمره من فوق ومن تحت. بعدين كل الكمية اللي معايا بس هوزع بقى التتبيلة كلها عليها، انا هنا خلصت اهو، خلصت كل كمية الفراخ اللي معايا دي، اولع الفرن بقى واحطها. هنا هبتدي بس اعمل معاكم 2 كيلو من الرز، والباقي هكمله بنفس الطريقة. انا معايا هنا 2 كيلو من الرز، ومعايا هنا البهارات بتاعتي، توم باودر وبصل باودر وكاري وكركم وجنزبيل ولومي وفلفل اسمر. وهجيب كمان كام ورقة من ورق اللورة، حطيت حلة من النار فيها حبة زيت وفيها معلقتين كبار من السمنة، هحط كل البهارات اللي معايا دي
بعد السمنة ما سخنت وقدحت اقلب بقى كل البهارات دي كويس قوي لغاية ريحتها ما تطلع وتتحمص معايا، اقلب فيها لغاية ما اتأكد ان هي كمان غلت من في الزيت والسمنة. ابتدت تغلي اهي وريحتها طلعت. هنزل بقى بكمية الرز اللي معايا، الرز طبعا مغسول ومصفي كويس قوي، هقلبه بقى كويس. استمر كده اقلب فيه لغاية حباية الرز ما تتغلف كويس قوي او بالمادة الدهنية اللي انا حطاها. استمر في التقليب لغاية ما تحس ان هو قرمش كده. الحركة دي مهمة قوي قوي في الرز، بتطلع الرز مفلفل وطعمه حلو، تخلي عمره ما يعجن منك. احط بقى المية بتاعتي، اضبط ميته، اقلبه بقى واظبط الملح بتاعه واغطي عليه واسيبه يستوي. اول ما قرب يستوي اوطي عليه النار واسيبه، وبعد كده ابدا بقى في كميه الرز التانية اللي معايا. انا بس عملت معاكم الحله دي بس، انما ما شاء الله في رز كتير، كميه كبيره اوي من الرز تانية هتتعمل. اغطي عليه واسيبه يستوي بقى على ميه. بسم الله ما شاء الله، احنا كده اهو طلعنا الفراخ، حطيتها كده على صينيه برضو وفرشت عليها ورق زبده. دي اول كميه، طبعا الفرن لسه ما شاء الله مليان، ودي اول حله رز معانا. طبعا لسه فاضل كميه كبيره ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. هبتدي بقى اغلف فيهم واحطهم في باكيتات واغلفهم بستريتش، ورق استريتش. بسم الله ما شاء الله، دولت نص الكمية، النص التاني الرز ما كانش كافة وكنت عملت كمية من الرز تاني، فلسه في كمية تانية ما شاء الله لسه بعملها. طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين شكله، بألف هنا لكل اللي اكل منه، يا رب يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. ما شاء الله زي ما انتم شايفين، انا طبعا مش هقول لكم عايزه شير ولا لايك ولا اي حاجه، لان الفيديو ده اقسم بالله انا عاملاه لوجه الله يعني، ومش محتاجه ان انا شير ولا لايك، بس انا حبيت يعني اشارك معاكم الخير يعني اللي عملته. يا رب ربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسنات الاخت اللي هي بتعمل الحاجه دي لوجه الله، ربنا يبارك فيها وفي اولادها يا رب. انا هنا بسم الله ما شاء الله كملت كده الكمية، هي هتبعت حد دلوقتي طبعا ياخده وتوزعه بطريقتها. كل سنة وانتو طيبين. طبعا زي ما انتو شايفين ما شاء الله هي متعودة ان هي توزع الكميات دي، تبعت حد دلوقتي وتوزعه هي بطريقتها. بسم الله ما شاء الله شكله جميل.